بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل حضراتكم. مين فيكم طول ما هي ماشيه في البيت يعني وبتتحرك كده تخبط في اي حاجه، اكره الباب تدخل في دراعها كده تزرقها لها مره، او هي بتجيب اي حاجه مثلا من المطبخ وتتلفت يمين او شمال او بتوطي تقوم داخله بوشها في بوز ضرفه المطبخ بقورتها كده. مين مثلا ممكن بيكون بيقع منها اطباق او كوبايات وهي بتغسل الاطباق، ممكن الموبايل سلت من ايديها وهي ماسكه 100 حاجه، فغالبا الموبايل يعني بيختار انه ينتحر لوحده، مش عارفه هو بالذات ليه. مين بتنزل تركب عربيتها وتمشي شويه وبعدين تكتشف انها نسيت تاخد حاجه مهمه من البيت فترجع مستعجله علشان تاخدها، فتسيب المفتاح في الباب او في العربيه وتقعد تلف حوالين نفسها على ما تلاقيه. مين على طول متصربعه وعندها 100 حاجه تعملها في اليوم ما بين شغل وتنظيف ومذاكره ومنهده مع الولاد وتمارين وطبيخ ومشاوير، وحاسه ان الدنيا متكركبه فوق دماغها، ومن كتر ما هي عاوزه تنجز يعني في اسرع وقت ممكن كل حاجه تبوظ. مين بتتوتر وبتخرج اوقات كتير عن شعورها، وبالذات لو في عندها مثلا ابن تعبها، او طبخه اتحرقت، او اتزنقت في فلوس، أو شايلة مسؤولية لوحدها يعني، أو عندها مشاكل مع جوزها، أو مطلقة. تعددت الأسباب والنتيجة إن كل ده بياكل في نفسيتها وبيخليها إنسانة عصبية منهارة مش قادرة تتحكم في تصرفاتها. النهاردة هنتكلم عن الست المستعجلة المتصربعة المتوترة واللي ممكن يومها كله يبوظ بسبب حاجة بالنسبة للناس اللي حواليها ممكن يشوفوها تافهة، بس هي بالنسبة لها بتبقى القشة اللي قسمت ظهر البعير. ممكن تحصل عاصفة في البيت من عصبيتها بسبب حاجة ممكن الناس اللي حواليها يشوفوها دي حاجة عبيطة، بتعصبي على ايه جنانة اتجننتي، بس هي بتبقى شايلة حمل تقيل قوي، وتيجي الحاجة العبيطة دي بقى هي اللي تفجر كل اللي جواها. النهاردة احنا معانا نهى زهرة، مدربة مهارات حياتية وباحثة ويعني في علوم الإنسانيات، وهتكلمنا عن متلازمة المرأة المستعجلة. هي بتسميها كده، أو يمكن الأبحاث سمتها كده، وأنا بسميها متلازمة المرأة المتكركبة اللي جواها هم وكراكيب الدنيا وشايل عبد القادر وكل الأسماء اللي تتخيلوها. هنسألها ونشوف نقدر نعمل إيه في الموضوع ده، بس بعد فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه. اي ست مستعجله متسربعه مضغوطه مزنوقه تيجي تقعد هنا بقى دلوقتي، عشان احنا يعني هنوجه حديثنا ليها. معايا نهى زهره، باحثه وكاتبه في العلوم الانسانيه. اهلا بيك يا نهى. اهلا بيك يا دعاء. ويعني فكره متلازمه المراه المستعجله، ايوه دي اول مره اسمعها، بس انت قلتي لي ده بحث يعني. ايوه، ده دكتور اسمه برينت بوست في 2005 فبراير 2005 عمل بحث على 10,000 سيدة علشان يشوف في ايه، في بدأت أعراض نفسية وجسدية تبان على الجينيريشن ده، على الجيل ده من السيدات يعني. فعمل بحث على 10,000، لقى 75% منهم بيعانوا من متلازمة المرأة المستعجلة أو هاريد وومن سيندروم. فبدأ يشوف الأعراض ايه الجسدية اللي بتؤدي أو ليها أساس نفسي، وبدأ يقترح حلول للموضوع. وفي كتب نزلت عليها، كاتبة اسمها ليبي ويفر عملت كتاب بس اسمه رشد هيومن وومن سيندروم، برضو نفس الموضوع اللي هي متلازمة المرأة المستعجلة. فبيقولوا الأسباب إيه أساسا يعني الجسدية. بتبقى إجهاد، بعمل كتير كتير كتير، حاجات كتيرة جدا، والإجهاد ده بيؤدي لأن أنت تحس أن أنت هفتانة، أيوة شقيانة، فتاكلي
عشان انا جعانه بقى، ما انا طول النهار بلف حوالين نفسي. فالاكل بيؤدي للسمنه بشكل او باخر، ودي مع الوقت ليها اعراض على الرغبه والقدره الجنسيه. فمما يؤدي يخرب بقى في السلف يعني كله بقى من الاول كده الموضوع يبوظ. بس وبتبدا بس بالاستعجال، يعني ان انا مستعجله الصبح وانا بنزل الولاد وانا بلبس الولاد وانا بعمل سندوتشات وانا بجهز الغدا، كله بقى اليوم استعجال استعجال استعجال، وسبيشلي لو بتشتغل. لان برضو اخر دراسه معموله ان تقريبا 50% على مستوى العالم من الستات بتشتغل وماسكه مناصب قياديه كمان، اللي هو بيدعو اكتر للاستعجال. وعلى مستوى البلد بقت عادي ان انت تكوني بتنزلي تشتغلي، وعادي ان الست اصلا مع التزاماتها انها تكون بتنزل تشتغل. تمام. فده بيودي جامد للاعراض بتاعه متلازمة المرأة المستعجلة. طيب هو عامة يعني خلاص بقت يعني مش محتاج يعمل على 10,000، أنا من عندي عنده 50 مليون 80 مليون 100 مليون السيدات كلهم حاسين إنه الضغوط والمهام كترت عليهم. صح. بتشتغل أو مش في مكان قيادي أو حتى مش في مكان قيادي. صحيح. لو صحيح. هي حتى سيدة بسيطة خالص وبتشتغل علشان تأكل ولادها. فعلا. الموضوع يعني بيبقى الضغط عليها كبير. فإحنا خلاص عرفنا ان احنا ستات مستعجلين، وعرفنا ان احنا يعني ستات متسربعين ومتلهوجين. الضغطة النفسية اللي بتيجي نتيجة الموضوع ده وكده نقدر نحط ايدينا عليها ونقول ده السندروم ده يتحل ازاي، او العلاج للموضوع ده يبقى ازاي؟ لو عايزين نشوف السبب النفسي نرجع مرجوعنا بقى اللي هي ليبي ويفر قالته في الكتاب. هي برضو دكتور وقالت السبب النفسي ليه، ان من واحنا بنات صغيرين بتبقي دايما اغلب البنات بتبقى ليهم علاقه كويسه جدا بابوهم، فبيغدق عليهم حب، وبتبقى علاقه البنت بابوها في الاغلب كويسه. فعلشان تخلي العلاقه دي قائمه كده، فبتعمل كتير، بتفضل تسمع كلام مامتها، تروق البيت، تعمل تجيب درجات نهائيه، تعمل لبابا اللي هو عايزه، البنت وهي صغيره يعني. يعني ده المرجوع النفسي يعني. لان في الغالبيه العظمى بيبقوا في ارتباط كبير للبنت بابوها، فبتبقى بتسترضيه دايما بان هي هما البنوتات على العموم شطورين اشطر. أيوة. من الناحيه الثانيه دي خلص. فبنربطها نفسيا ان الحب بيجي بالعمايل. يعني لما اقعد اذاكر لابني كده واقعد يعني معايا على الكتاب وهات الكتاب ونفتح ونعمل وكده، انا كده بقى ام شاطره محبوبه، والناس تقول عليا ان انا حد مسؤول وريسبونسبل وكده. لما اعمل لجوزي لو مطلوب مني اعمل 1 2 3 اعمل 1 2 3 30 عشان ابقى انا ست شاطره وست كويسه وبعمل اللي عليا وزياده. حتى الجمله دي دايما تقال بعمل عليا وزياده. فارتبط نفسيا انك بتاخدي الحب عن طريق انك بتعملي حاجات. فمع الزواج ومع الشغل ومع الخلفة بتزيد الأعباء. طبعا. فبتزيد الأعمال، فلازم بقى تنجزيها. فتستعجلي تجري تعملي ده وتجري تعملي ده وتجري تعملي ده، فتدخلي في الأريا بتاعت متلازمة المرأة المستعجلة. طيب في حين ان الحب ممكن يتعبر عنه بحاجات تانية كتير، 90,000 حاجة مش اي علاقة بالعمال يا جماعة. أيوة. مش لازم نعمل على فكرة كل حاجة. احنا جايين نهدي النفوس اللي جايه هترزع الببان دلوقتي التلفزيونات. بس يعني فكرة انه هي لازم تعمل كل حاجة دي قد تكون فكرة غلط، فهي اللي بتدخلها في الاريا بتاعت متلازمة المرأة المستعجلة. فده اللي ياخدنا للحل. ونقطة مهمة جدا ان الحب مش لازم يبقى بالعمايل، ان انا اعمل اعمل اعمل، لان انا لو دخلت في الاعراض دي هبقى دايما مجهدة، هبقى دايما هفضل اتخن اتخن اتخن، هبقى عندي نفور ومشاكل على المدى البعيد في العلاقة اللي بيني وبين زوجي. لو انا مستنيه الحب مثلا من زوجي، لا انا هلاقي نتائج تانية خالص، ونقدر نترجمها بقى في نسب الطلاق والزواج، ودي قصه تانية. ولادي مش احسن حاجه ان انا افضل اعدلهم على كل حاجه، في النفس وفي الاكل وفي الشرب وفي المذاكره، فدي بتحط عليا عبء، وبزود اعباء على الاعباء، والاعباء عماله تزيد تزيد تزيد، وانا عماله الف حوالين نفسي. وبالذات انه احيانا بعد العمر ما بيعدي
بتلاقي الست تقول لك ايه بعد ما عملت وظهري اتقطم وكده العيال ما تمرش او مش عارفه ايه، او كلمه مثلا تبقى كلمه الناس او الولاد يقولوها بشكل عادي، وانت أيوة. عملتي حاجه النهارده، فالكلمه دي ممكن تبقى خنجر في قلبها. أيوة. لان انا مت يعني، انا خلاص يعني هيشيعوا جنازتي وانت بتقولي لي عادي، ما كل الامهات بتعمل كده بالزبط. فدي خط احمر يا جماعه، تشيلوا الكلمه دي. الكلمه دي ممكن بتموت اي ست، لان هي بتبقى جابت اخرها والناس تقول لها عادي يعني، ما هو انت لازم تعملي كده. ليه لازم؟ مين اللي لازم؟ مين اللي قال لازم؟ فلو ده هياخدنا للحل بقى، افضل حل هو الدكتور اقترحه او الكتاب اقترحه، انك تبداي تترجتي الاعراض. الاعراض انا قلنا الاعراض ايه؟ اعراض اجهاد. فانا ابدا اقلل من الاعراض اللي بتسبب لي اجهاد. فازاي يعني؟ لو انا بنام عدد ساعات قليل جدا علشان بفضل سهرانه لحد بالليل اذاكر للولاد، وبصحى الصبح بدري علشان كده، لازم ازود ساعات النوم بشكل او باخر. فين؟ منين؟ هو اليوم بيكفي؟ اليوم ما بيكفيش بالنسبه لك لانك مش حاطه نفسك اولويه. هو كل حاجه مهمه صح، بس في فرق شاسع ما بين انها حاجه مهمه او حاجه اولويه. تمام. فوانس ان انت حطيتي نفسك اولويه، هتدي لنفسك ساعه زياده تناميها او ساعتين، علشان لما هزود عدد ساعات النوم ده هيقلل ايه؟ الضغط، هيقلل الاجهاد. اللي هو احد الاعراض. تمام. ف خليني طيب اخد اسماء نسالها كده اخبارها ايه. اي اسماء؟ اولا لبسك حلو جدا جدا جدا، واحب اللون الازرق وشكلك قمر النهارده. الله يخليك يا اسماء، ميرسي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. والله فعلا حقيقي. تاني حاجه، انا كنت انا كان عندي مشكله في ان انا دايما مستعجله. حصل لي مشكلتين بقى، حاجه رهيبه يعني. قولي لي. اولا بقيت بصدع صداع غير طبيعي. وعملت تحاليل في كل حاجه، لدرجه انه شكوا ان انا عندي مرض في الاورام، من كتر ان انا يعني مفيش حاجة عارفة، الصداع بيستمر الأيام. حتى التحاليل الأولانية ما بينت يعني اللي هو العادي صورة الدم كاملة ما بينتش حاجة، وده خلى الناس تتوهم أكتر. تمام. المهم إن أنا كنت بعمل حاجات غلط جدا. ما كنتش بحافظ على مواعيد نومي كفاية. أيوه. على حساب إيه بقى؟ على حساب الحيطان. يعني على حساب ان انا بنتي شخبطت على الحيطه، فانا عايزه انضف الحيطه. طب ما ان شاء الله انها متنضفه. انا عارفه والله العظيم، يعني الحيطه دي هتفضل قاعده وانا اللي هدوب اصلا. انا عارفه يا اختي، يعني مش عارفه حطت ايه وبتاع ايه. ايوه. وايه تاني؟ والله العظيم تاني حاجه، كنت بقوم من على السرير جري كده انضف البيت قبل ما اروح الشغل، عشان الحق برضو هظبط الدنيا. اللي هو العيال بترمي اللعب في الارض طول النهار. انت عندك ولاد قد ايه اسماء؟ عندي رؤية وبتول. رؤية في سنة أولى ابتدائي. الله يخليكي. وبتول في كي جي 1 يا حبايبي. فطبعا لسه كتاكيت خالص، يعني سن اللي هو ايه، بهدلت الدنيا بشكل غير طبيعي. خلاص. بس بيقول لك لازم تعلميهم ان هم من الاول يلموا حاجتهم ويحطوا حاجتهم في البوكس والحاجات دي. بيحصل طبعاً. ولا ما بيعملوش؟ بيحصل طبعا، بس هو احنا كل شوية بنلم ونعمل. انا ما كانش عندي الثقافه دي، ما كانش عندي ثقافه اولا ان انا اخلي فيه مواعيد. ما هو ده برضو يبقى لايف ستايل بقى. في مواعيد للاكل وللنوم وللعب، مش كل وقت بنلعب. مش كل وقت بنبهدل البيت وبيلعبوا في اوضتهم فيخرجوا يرموا في الريسبشن. فانت بقيتي تصحي الصبح بدري يعني ايه؟ اجري جري الف في الشقه عشان انضف. فده عمل لي انزلاق غضروفي. لان احنا المفروض يا جماعه، ودي برضو يعني حاجه يعني احب اقولها لكل الناس، لما تقومي من على السرير مش لازم اللي هو الهلوبه الشرشوفه الجميله دي، تسيبيها شويه الشرشوفه دي وبعدين ربنا يسهل. تقومي كده يعني لو هتاخدي دش او حاجه يعني تريحي عضلك. هو مش لازم الجري واللهد ده صحيح. بيأثر علينا جدا، خاصة ان احنا مطالبين وعلينا اعباء ما كانتش على اهالينا. يعني ما كان يعني حياتنا بقت كتيرة قوي على الستات، خاصة لو بتشتغل. او والله لو ما بتشتغلش، بنودي نادي وبنودي تمارين وما اعرفش ايه يعني. والعرب لا، ولو بتسوق بتتعب، ولو بتركب مواصلات بتتعب، ولو بتركب تكاسي بتتعب. في كل الحالات يعني الدنيا طبعا بقت اصعب، كان زمان ابسط من كده. أسماء بشكرك على مداخلتك الجميلة، عملت حاجتين وصلوها لأنها بقى عندها صداع مزمن وانزلاق غضروفي.
تعليقك ايه؟ تعليقي هي اسماء ما شاء الله قالت الاجابه احد الحلول يعني في اجابتها. انك تصحي الصبح زي ما قلنا، احنا قلنا في الاساس لازم تشوفي ان انت اولويه. انت مهمه وابنك مهم والاكل مهم وكل حاجه مهمه، بس مين اللي ليه الاولويه؟ لازم يكون ليكي اولويه، علشان لو انت وقعتي، لو اسماء مثلا لما جالها انزلاق غضروفي فخلاص بتاخد بقى اوردر من الدكتور انك تنامي على ظهرك، انك ما تعمليش، انك طب مين هيعمل الكلام ده؟ مين هيغسل الحيطه اللي شخبطوا عليها؟ هتتساب صح؟ فطب ما الاساس بقى خد انت القرار. فاسماء قالت انا بصحى الصبح اخد شاور، اعمل حاجه لنفسي، اشوف نفسي الاول علشان شويه كده. يعني هي عملت ايه؟ هي حطت نفسها اولويه وشافت ان هي الدنيا بالعكس، الدنيا هتبقى احسن لما هي هتحط نفسها اولويه وتصحى الصبح، تقعد في المكان اللي بتحبه في البيت، وليكن البلكونه مثلا، هتشرب حاجه بتحبها. بس يعني بيبقى احيانا في مدرسه وفي شغل، اصحي بدري شويه، فمش لح مش هتلحق. فهي دي لما الولاد تنزل اصحي بدري شويه، بس لما تعملي لنفسك اولويه. واكتر حاجه بيقولها الكتاب كمان انك لما تعملي اكسرسايزز لجسمك، تعملي كده تمارين خفيفه الصبح، فده بيدي اشارات ليكي انت للمخ ان انت مهمه، مهتمه بجسمك ومهتمه بنفسك. فبتترجمي ده بانك تعملي ايه؟ تمارين خفيفه كده الصبح، يعني معناها ان انا اولويه. جميل. فالعقل بيتصرف على هذا الاساس. طيب ناخد سماح. اهلا يا سماح، ازيك؟ اهلا بحضرتك يا استاذه دعاء، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بحضرتك الله يخليك. انا بس كنت عايزه اقول ان احنا مش لاقيه وقت لنفسي، او انا على طول مستعجله، لا ده انا مقصره كمان مع كل اللي حواليا، يعني والدي والدتي ما بلاقيش وقت كمان اتصل بيهم بسبب الالتزامات وبسبب المدارس وبسبب الشغل وبسبب شغل البيت. يعني انا على ما باجي افتكر اعمل حاجه على الساعه 9 بالليل انا بكون فطانه وهلكانه، فدي انا مش عارفه احلها ازاي. ثانيا عندي سؤال، لو حضرتك تقولي لنا على طريقه تخلي الزوج يشترك معانا. يمد ايديه بقى معانا. وده مهم، يعني لانه ازاي نجيبها لهم ان هم مش بس ATM، مش بس بنك، لا محتاجه ان انت تقعد تذاكر لهم، محتاجه ان انت تقعد تشوف مشاكلهم، محتاجه ان انت تقعد تسمعهم، محتاجه ان انت تشيل عني شويه وانزل مع اصحابي. الراجل المصري ما بيفهمش الجزئيه دي خالص، او تقريبا دي ملغيه من دماغه. صحيح. فدي ما فيش تعاون خالص ده، فهل ده سيستم المفروض انا كنت احطه من ساعه ما اتجوزت؟ يعني على اساس ان جوزك على ما تعوديه، ولا حتى لو عودته هيجي من غير قشطر؟ يا حلوه، ماشي يا سماح. يعني ما اعرفش هو سيستم ولا هو يعني طبيعه عقليات وتفهم ومدى تفهم، يعني بره الموضوع ده زي صباح الخير مساء الخير وزي الفطار والغداء والعشاء. انه راجل والست بيتجوزوا، يعني المهام متقسمه عليهم. ده في يعني ده ماشي في الدم كده، الثقافة. انما هنا ده مش ماشي، ده مش يعني ماشي في الثقافه بتاعتنا. فبيتطلب منك شويه بقى، طالما انت بتحملي نفسك اعمال واعباء، يبقى مبدئيا لازم تحملي نفسك عبء نفسك اولا، لان احنا مسؤولين بس عن نفسنا مبدئيا. يعني انا مش ولادي دول من ضمن الغلطات اللي احنا عندنا هنا في ثقافه الشعب، ان ولادي دول بتوعي. مسؤوليه الست، مسؤوليتي وبتوعي، انا اللي ذاكر لهم، ولو نقصوا درجه يبقى عشان انت اهملتي. صحيح. انا اللي اعمل لهم كل حاجه. لا، هو ولادي مش بتوعي اصلا، انا لازم اكون كويسه عشان اقدر اوجه بشكل كويس. لازم انا اعلم نفسي كل شويه، حتى لو هتفرج على زي ما بيتفرجوا علينا دلوقتي. مش لازم عشان اعلم نفسي اشتري كتب ولا اروح كورسات. فمجرد متابعه ده، وان انا اخد حاجه من اللي شفتها ممكن تناسبني ان انا اعملها اطبقها، انا كده بهتم بنفسي، حاطه نفسي اولويه. فبدات اسمع، بدات اتابع مثلا البرنامج، بدات اخد منه فكره، واقول انا هطبق الفكره دي النهارده، الفكره البسيطه دي. طيب احنا يعني هنطلع دلوقتي فاصل، بس هنرجع. عايزين نقول لسماح هي لغايه 9:30 بالليل في الطاحونه، ومش حتى لحقت تكلم اهلها ولا مامتها ولا باباها. واقتراحات لتشجيع الازواج، الساده الازواج، على مساعده زوجاتهم بعد الفاصل.
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. نهى زهره، ازاي يعني هي تلحق تكلم ماما وبابا وهي بتبقى هلكانه الساعه 9:30 خلاص بتموت؟ هي سماح حاسه ان اساس المشكله على قد ما سمعت منها كده بتنحصر ان هو زوجها سايب عليها كل حاجه، فهي ممكن اقترح عليها حاجه بسيطه تعملها مع زوجها، تقعد كده في وقت تشوف وقت يعني يكون هو موجود رايق فيه نص ساعة كده، تقوله هنلعب لعبة مع بعض وتجيب ورقتين وتقوله أنا هكتب هنا حاجات لو أنا عملتها، لو أنت عملتها أنا هكون سعيدة معاك أكتر وأحبك أكتر، وأنت اكتب لي برضو حاجات لو أنا نفذتها هتكون سعيد جدا وهتحبني أكتر. وهنبقى المهم أن هي تكون حاجات ما تكلفش فلوس وتكون حاجة بنعملها يعني كمساعدة لبعض، أو أن أنا أتحسن من نفسي وأنت تحسن من نفسك. في الأغلب لو اتكلمنا مع زوجها هتلاقي السماح بأنها مشغولة طول اليوم مدى الحياة كده مش لاحقة حتى تتكلم في التليفون، هتلاقي جوزها مستاء من شوية حاجات برضو هي طبعاً مفيش تواصل. اكتب لها عرستين كده اكتب لها هي يعني لها خمس حاجات بس هنبسط قوي هنبسط قوي. أنا اكتب لك حاضر اكتب لك من عينيا، فهيبقى مقبل إن هو يكتب، وخصوصا إن هي هتوعد إنها هتنفذ، فهتتفاجئ إن هتتفاجئ بمتلازمة المرأة المستعجلة إن هو جوزها شايف حاجات مش قادر يتكلم فيها لان هي مشغوله على طول. ايوه ما هي هترد عليه تقول له وانا اعمل ايه؟ لا لا لا، من غير ما تقول له بقى، هي تكتب له كده ان انت ممكن تاخد الولاد التمرين مثلا مره في الاسبوع، ممكن تبقى انت مثلا حسيت ان انا تعبانه تعمل كذا، ممكن يوم في الاسبوع تجيب اكل من بره او انت اللي تعمل الاكل، ممكن يوم في الاسبوع اي حاجه. عادي تظبطي في الحل هو لا لا يعمل ليه الأكل ليه ده انت ليه بتحلمي ليه, ليه ايه الضرر فيها؟ ما نتناقش، ما ده هيفتح مناقشه. انا لو انا اللي انا كتبته ده انت ساعدتني في تنفيذه، هو الحاجات الخمس حاجات اللي هيبقى كاتبها برده هتبقى تقيل عليها. وليكن انت ما تزعقيش للولاد، ما يعني ما صعب ما نزعق في العالم يا جماعه. فلو انت مسكتي نفسك عن الزعيق للولاد هتبقى بتجهدي نفسك للتحسين. بس على فكره هي مش هتزعق للولاد لو في حد حس تاني معاها. ايوه بالظبط كده. وعلى فكره الام لما الاب بيزعق يعني بتبقى هي كلها ولا ما تزعق وهي بتبقى كيوتي خالص، لكن لما انما لما يبقى هص فبتضطر هي الصوت اللي يطلع يعني تتالق هي بتعمل ايه طيب. صحيح هي متلازمه المراه المستعجله محتاجه متلازمه انه بابا يخش معاها فيحصل توازن، مش هتزعق مش هتضغط، هتقعد له بالليل تستناه. وفي نفس الوقت انا دايما عشان اخلي اللي قدامي يستجيب لازم قبل ما كده ما اقول له انت اعمل واعمل واعمل واعمل، هيقول لك ولا هعمل اي حاجه واضربي دماغك في الحيط. لكن لما اقول له خد الورقه دي اكتب لي خمس حاجات بتضايقك فيا، او لو انا عملتها انت تحبيني اكتر وتكون سعيد في جوازنا اكتر. حلو قوي. فهيروح كاتب لها 15 صحيح او يقول لها هقول لك تعالي لي وانا هقول لك. حلو فكره. فخلاص انا ملزمه ان انا هعمل ده وتنفذ، لما هي هتنفذ هو كمان هينفذ، فهيسهل عليها وهتسهل عليه وهتاخد خطوات للتحسين. منار يا دعاء. اهلا اهلا، ازيك يا منار؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله يا رب دايما. بصي بقى يا ستي، وانا مع المتلازمه دي بصراحه يعني حابه اقول لكم التجربه بتاعتي. قولي. بصي انا ام البنتين. اوكي. واحده لسه يعني سنه وسبع شهور والثانيه 4 سنين ونص كده. اوكي. لقيت نفسي كده من يعني بقيت عصبيه زياده عن اللزوم جدا، وبقيت حاسه ان عليا حاجات كتير قوي، ضغوط كتير قوي، اللي هو عايزه اخلي دايما البيت مترتب وعايزه اخلي دايما كل حاجه تمام مهمه على طول نضاف وكل حاجه تبقى جاهزه. بعد كده لقيت ان الدنيا قربت. انت سامعه؟ لقيت الدنيا علوا لنا الصوت يا شباب شويه. مش عارفه اعمل اي حاجه اصلا بقى، فاهمه؟ اداني حاله كده ان انا مش قادره اعمل حاجه. فروحت اللايف كوتشنج واتكلمت معاها وقالت لي بقى على حاجه سيكريت لطيف قوي كده، هو المي تايم، يعني ان كل واحده فينا تخلي عندها وقت لنفسها في اليوم حتى لو الوقت ده نص ساعه. ففعلا لما عملت كده الموضوع فرق معايا جدا، حسسني بقى ان انا بقيت قادره استمر. ممكن نعمل في الوقت ده اي حاجه احنا بنحبها، يعني مش شرط نخرج او حاجه، لا ممكن نقعد في البيت في هدوء، فرصه هم نايمين مش موجودين في البيت في المدرسه او في الحضانه، نقعد نشرب حاجه، نعمل حاجه بنحبها، يعني انا مثلا بحب ارسم الون، فده بيخليني قادره استمر اعمل حاجه لنفسي، فاهمه؟ حتى ساعات لو مفيش حد اخرج معاه وعندي الفرصه دي ممكن اروح السينما لوحدي، اروح اقعد في كافيه لوحدي واشرب حاجه. طب انت مدلعه نفسك اهو يا منار. ايه؟ مدلعه نفسك اهو يا منار على الاخر. اول ما جيت نفسي الفرصه اني افكر في نفسي،
كريم فعلا تعبانه جدا، وبعيني هو ان انا مش موجوده، يعني هي حياتي عباره عن البيت والولاد بس. انت ما بتشتغليش بره يا منار صح؟ ايه؟ انت ما بتشتغليش؟ لا انا بشتغل والله، يعني انا اصلا شيف وبروح اصور وحاجات ليها علاقه بالاكل عامه. طب حلو قوي، جميله. فلا لما فعلا قررت اني اعمل ده، عايز اقول لك فرق جدا في حياتي، اتغيرت 360 درجه. طيب والسربعه وبنوقع بنعمل الموضوع ده؟ لا، بيجي لما بهمل نفسي، تلاقي نفسي فعلا ستريس ومش عارفه اسيطر على حاجه. حلو قوي، فعلا فعلا فقدت الكنترول على كل حاجه. دي نقطه، اول ما ببدا اشوف انا ليه عملت، يعني ايه الحاجه اللي وقعت مني اللي خلتني افقد الكنترول ده، ابدا ارجع تاني، يعني ابدا اضبط نفسي تاني واضبط مواعيدي، اصحى بدري، انجز كل حاجه بدري بسرعه، اعمل اكلات سريعه جدا ما تاخدش وقت، اخلص كل حاجه مثلا بالليل وهم نايمين من الحاجات اللي مش هعرف اعملها وهم صاحيين، انام لو هم نايمين مثلا في وقت الظهر انام انا كمان عشان اعرف اسهر بالليل هم بيسهروا شويه اخر، فعارفه اشوف يومهم هم ماشي ازاي واتاقلم انا مع يومهم. جميل يا منار، جميل، وشويه افكار لطيفه، ميرسي ليك يا منار. اخد ساره وهنعلق على مكالمه منار. يا ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم، ازيك يا استاذ دعاء؟ اهلا بيك يا ساره. اهلا بيك يا ساره، انا بحبكم جدا وبحب اتفرج عليكم. الله يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. بصي يا حبيبتي، انا بس عندي حاجه مختلفه شويه عن اللي انتوا بتقولوه. قولي. دلوقتي انا يعني غير متلازمه المراه المستعجله بتقول عليها دي، انا دايما تعبانه جدا جدا في ايه، ان انا حاسه ان ربنا مديني حاجات كتير حلوه ومش عارفه استمتع بيها ومش عارفه احس بالسعاده الكافيه. ده تعبني جدا. وبعدين طول النهار اقعد اقرا حاجات تنميه بشريه، بقيت احس انها ضرتني من كتر ما انا عايزه انفذ اللي انا بقراه ومش عارفه. ايه 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 الحاجات اللي بتقريها؟ تنميه بشريه والحاجات اللي بس عايز تنفذ، مش عارفه. انا يعني بقيت احس ان انا محمله على نفسي، يعني كل شويه اقول انا ازاي اتضايق او ابقى مش مرتاحه، وانا عندي كل النعم دي وانا ربنا بيديني كل ده، وازاي انا مش مش عارفه بقى بصراحه حل حاجه زي كده ايه. طيب ده بجد تساعدني خالص. هي نقطه طبعا مهمه يا ساره، لان احنا دايما لما كل الامهات وكل الستات في كل، يعني ممكن واحده مثلا فقيره تشوف واحده راكبه عربيه تقول لك يا بختها دي عايشه عيشه فظيعه، والست دي تبقى فعلا تعيسه صحيح وحياتها وحشه ومش طايقه نفسها وبتعيط ومكتئبه وبتروح لدكاتره. فايه اللي يوصل واحده؟ ممكن احنا نبص عليها من بعيد نقول دي رايقه، دي عندها كل حاجه، ازاي ما تبقاش سعيده كده؟ ايه اللي يوصلها انها تبقى تعيسه او بالتعاسه دي؟ اللي يوصلها انها تبقى تعيسه لو هنقول، وهنرد كمان على منار وهنرد على سارة. منار قالت حاجه كويسه جدا، انها لما عملت المي تايم، هو ده المي تايم هو وقت ليا، وقت ليا اللي هو لو قلناها بطريقه ثانيه، ان انا ابقى اولويه، احط نفسي اولويه علشان اقدر اسيرف بشكل افضل مع الولاد ومع جوزي ومع نفسي. فلازم انا نفسي الاول. لو انا يا جماعه احنا نخرج من الحلقه دي بننزل ننبسط ونعيش حياتنا بس هي يعني نص ساعه زي ما بتقول، نص ساعه او ساعه، ان انا لو عرفت ازاي. لا احنا عايزين اليوم كله لو سمحتي، عايزين كل اليوم كله بقى الاولويه، اليوم كله يا لا خالص. فهو ده اساس المشكله. لكن لو عرفنا ان احنا ندير صحيح النص ساعه او الساعه دي، فان انا ابسط نفسي بالحاجه اللي تبسطني. فمنار قالتها المي تايم، انا ممكن اضيف شويه حاجه لمنار، ان انا اعمل ايه في المي تايم، ودي تسيرف على اللي قالته ساره في حته ايه، ان ساره لما بتتعلم بتاخد تقرا كتب وتحضر كورسات وبتاع، فهي فعليا كده هي بتحمل نفسها اعباء زياده، ان هي اخذت علم علم علم، لما دماغها هتنفجر. ليه؟ لانها مش بتطلع تطبيق. ما هو العلم ايه؟ بالتطبيق. صحيح، بتقرا بتقرا ومش عارفه تطبق ليه بتقرا ده. فهو ببساطه لو حطوا لنفسهم كده في ورقه، الورقه العاديه اللي احنا بنعملها دي، وقسمتها اربع ارباع، وكتبت اربع كلمات، ان انا محتاجه في المي تايم بتاعي ده اكرييت، اعمل حاجه، اخلق حاجه مش موجوده. حاجه انا كنت بحبها مثلا، زي ما منار قالت كنت بحب الرسم وبطلت، حد تاني كان قال لي كنت بحب كتابه الخواطر والاشعار وبطلت. فهتحط لنفسها في النص ساعه بتاعتها دي انها هتعمل الحاجه اللي بتحبها، هتكرييت حاجه من الاساس مش موجوده. دي حاجه بلس هتضيفها لنفسها. حاجه تانيه، احنا قلنا اربع ارباع، واحده بلس واحده ماينس، هنشيل حاجه، يعني هنشيل حاجه من الاعباء اللي علينا
ونروح بقى للحل اللي قبلها، ان انا احاول ادي اعمل اكسس لجوزي اجيب سيرفنت ايا كان. اعمل اكسس، اخد من الاعباء اللي عليا واعمل اكسس لحد تاني علشان اجيب مدرس، زي اللي بيجيب مدرس زي حالتي كده. يعني اللي هو مش عايزين نذاكر لان المذاكره بتاخد من الطاقه وبتتعب وبتوتر العلاقه بين والافضل والافضل ان احنا لما نعمل لهم نخليهم يعتمدوا على نفسهم، يعرفوا يبقى عندهم سيلف ليرنينج، ان هم يتعودوا هم يذاكروا بنفسهم، هم يتحملوا نتيجه اخطائهم، حتى لو مع الوقت الدرجات ما بقتش حلوه قوي زي الاول، بس مع الوقت خلاص انا مش هبقى اصلا مضطره ان اقعد اذاكر لهم ولا اجيب لهم مدرس. حلو قوي. فلما يعني اشوف التعليم الذاتي، وده فارض نفسه مؤخرا بشكل كبير، ان هم ازاي يعلموا نفسهم بنفسهم. بس لو حد ولد مش عايز يذاكر ومهمل وما بيرمي حاجته ومش بيذاكر ومش عايز، ما بيذاكرش غير وانت فوق دماغه، تعملي ايه؟ ما هي دي آفة الجيل اللي طالع عايز يلعب وعايز يتنطط ومش عايز. ماذا لو انا سافرت تعبت مش موجوده؟ مش هترجعي تلاقي الدنيا خربانه. طب فايه يعني هو برده مش الحل ان انا ابقى فوق دماغه، او اعلمه الاتكاليه اللي هو يا متكل عليا، لو انا مش موجوده فانا بجيب له مدرس يتكل عليه، لو هو جاب درجات وحشه فبروح المدرسه بقول له هو جاب درجات، ابني جاب درجات وحشه ليه؟ هو اللي يسال. صحيح. فهي الفكره ان احنا محتاجين نعلمهم ان هم لا، وصحيح ساعات تجيبي مدرس وهو الولد طالما مش في دماغه خلاص. فاجي لما اكبر بقى انا اعاني كزوجه ان هو مش عايز يعمل حاجه. صح. لان انا ربيته على ان هو متكل على حد، ولو انا كمان مش عاجباك كماما اجيب لك حد تاني يعجبك، مش عاجبك المدرس ده في المدرسه نروح نشتكيه يمشوه عشان يجيب لك اللي يعجبك. طيب حلو قوي. فاحنا قلنا كده الاربع ارباع، الاربع ارباع حاجه هنزود. حاجه كرييتيف كده هتبسطني، حاجه حكريت، وشيلنا حاجه عبء من علينا، شيلنا عبء من علينا، هزود حاجه وهنقص حاجه. يعني لو نرجع تاني لحته الاجهاد، ايه الحاجات اللي بتسبب الاجهاد؟ هزود عدد ساعات النوم، هقلل الاعباء اللي عليا، او لو قسنا في الاعراض على الاكل اللي السمنه، ان انا بقيت كلبوست قوي ومش عارفه الم نفسي في الاكل، فهبتدي اقلل. مثلا لو باخد 3 معالق سكر اخليهم 1.5، لو بشرب 5 نسكافيه في اليوم اخليهم 3، لو اقلل الحاجات المضره وانكريز بقى ازود في المربع الرابع الحاجات الكويسه. لو ما باكلش خضار اكل خيارايه في اليوم ما اجراش حاجه، لو ما بحبش الفاكهه اكل تفاحيه الصبح مش هيجرى حاجه. فلما ببدا ازود نسبه الحاجات المفيده اللي هي احد الاعراض بتاعت متلازمه المراه المستعجله، اقلل الحاجات المضره، مع الوقت بيبان نتائج مهمه جدا. انت عارفه اللطيف ان انت بتقولي ممكن يكون كلام بنقوله لنفسنا كتير، بس اللطيف ان احنا نكتبه. أيوة. ونحطه لنفسنا قدام عينينا. ونحطي نفسك ستاب واحدة بس. ستاب واحدة بس، أنا كنت بحب إيه؟ أنا نوها بحب إيه؟ وأكتب كده أكريت حاجة أنا بحبها، وليكن الحاجة الجديدة دي أنا هروح أحضر كورس، وليكن الحاجة الجديدة دي أنا هنزل أشتري كتاب، أو زي ما قالت حد مين منار أو حد، هنزل أروح السينما حتى لو لوحدي. فقلت لها دي سلام، ده أنت مدلعة نفسك. فهي تبقى بالنسبة للناس رمز لحد اللي هو نفسها أنا الأول، علشان أنا هتحاسب على نفسي. فلو قلت انا كنت مستعجله في 90 ومتكعبله في 90,000 حاجه، اول حاجه قلتيها في الاول خالص. والله بصي، انت اللي انت بتقولي ده حاجه جميله، انما المشكله ان المجتمع بيحاسب الست لو اتبسطت. بالعكس، يعني ممكن يقول ايه ده سايبه عيالها ورايحه تخرج مع اصحابها، دي سايبه مش عارفه ايه بتتفرج على التلفزيون، ده يعني في كده في ضغوط عليها، او هي تبقى بتعمل حاجه دي وهي مكسوفه، ده انا خارجه يعني انه كانها حاجه عيب عملتها. عارفه ليه؟ علشان احنا من واحنا صغيرين خلاص احنا مولودين على الفطره فله، مفيش حاجه، كلنا كويسين، ما عندناش اي مشاكل، بس بنبدا نشوف الناس ايه، اعمل حركه كويسه فانت تسقفي لي او تضحكي فانا بسترضيكي، يعني بعمل الحاجه اللي تعجب الناس. لو بابا قال لي كخ كده ما يتعملش، فبعمل ايه؟ خلاص بخاف وبكش وبشوف ان هو طالما بابا قال ان ده كخ يبقى هو مش هيتعمل، فعلى اساسه النفس انا اللي أنا عايزاه ببدأ أدوس عليه وأخبيه أو أعمله في الخفيف، وأبدأ أشوف الناس عايزة مني إيه، أنت عايزة مني إيه عشان أبقى مبسوطة، عشان تبقي مبسوطة مني. أعملي وأعملي وأعملي. حاضر. طب ولادي عايز مني إيه حبيبي عشان تبقى مبسوط مني؟ أعملي وأعملي وأعملي. عينيا، ده أنا هعمل وزيادة كمان. جوزي، صاحبتي، وهكذا. مستحيل مستحيل تتحملي كل ده. طيب. وبعدين لما هتقعي هتتفاجئي إن مفيش حد واقف معاكي. إنجي. أهلا يا إنجي.
اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بالظبط نفس اللي كنت بتقولوا عليه، انه انا كنت بدي 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 11 سنه. وصلت المرحلة دلوقتي مش قادرة ادي، بس انا في فترة كده ما كنتش بشتغل، جبت بيبي تاني. لما رجعت الشغل حسيت ان انا لا مش حابة مش عايزة. مع ان ناس كتير بتقول انه دي نعمة وحرام، في ناس مش لاقية شغل، انت عندك شغل كويس، بس انا بحس دايما بتأنيب الضمير. اللي هو انا عندي تأنيب ضمير، طب انا رحت الشغل ما بقيتش اقعد مع ولادي كتير، لا مش قادرة العب معهم زي الاول، برجع شوية تعبانة، ما احبش اجي من ساعه ما اخش البيت اقعد اعمل اكل واكون ورايا حاجات كتير، بحب ان هم يجوا يلاقوا كل الحاجات دي جاهزه. فاصبحت ان انا متضايقه طول الوقت. فسبتي الشغل؟ لا. لا. فانت دلوقتي في مرحله تأنيب الضمير. ان احنا عشان بنشتغل او عشان كده، ودي اللي لسه بقوله، انه على طول الستات يعني لو عملت حاجه لنفسها حلوه، شكرا ليكي يا انجي، وهنرد على النقطه دي، لو عملت حاجه لنفسها حلوه او حاجه ترضي حياتها او كده، تبقى هي مقصره، انه هي يعني لازم ديفوتد، مسخره نفسها لغيرها. لو عملت حاجه لنفسها يبقى هي كده قصرت في حق غيرها. هناخد ضحى ونرد على انجي وضحى. يا ضحى، ازيك يا ضحى؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيكي، اتفضلي. والله انا كان عندي سؤال بخصوص الست العامله اللي بتشتغل. انا واحده بشتغل عندي ورشه جوه البيت، بشتغل شغل يدوي يعني حاجات، عامله مشروع كده اكسسوارات. ف عامه الشغل اليدوي بياخد وقت طويل جدا، انت تقعدي تشتغلي ممكن اقعد 8 او 9 ساعات يوميا. تمام. غير شغل البيت، غير مشاويرك الخاصه، يعني بتلاقي التوتال كله بلاقي نفسي مثلا نمت في اليوم 4 5 ساعات. فالموضوع ده على مدار شهور بقى باجي في النص افصل خالص، ببقى كارهه شغلي، كارهه اكلم الناس، كارهه اعمل اي حاجه، وبفصل بطريقه فظيعه مع قله النوم. فانا مش عارفه انظم اي حاجه. فكرت اسيب شغلي، بس انا بحب شغلي جدا، فمش عارفه يعني ايه الحل لحاجه زي كده. طيب تقريبا نفس جامد من المشكله، تقريبا نفس المشكله انجي وضحى، مع اختلاف المكان. طب اللي هما بيشتغلوا. انا عندي تساؤل لما من الكلام، يعني احنا بنحس بالذنب لو عملنا حاجه لنفسنا، بحس بالذنب لو هو الشغل مدى قيمه الشغل بالنسبه لها ايه، لو هو قيمته عاليه فلو قعدت من الشغل هي هتبقى قاعده في البيت، حد مدمر نفسيا بيدمر في ولاده، لان هي القيمه العاليه دي راحت، او قيمه احساسي بنفسي اللي هي حاجه طبيعيه راحت. فازاي انا ابقى بخيله على نفسي وهبقى كريمه على الناس، والناس دول بجمع فيهم بقى الزوج والولاد والاب والام، عمرك ما هتستخسري في نفسك وهتبقي كريمة مع الناس، مستحيل. طول ما أنا جوايا معاناة وجوايا لخبطة وجوايا إجهاد وجوايا، أنا غصب عني أنا بدي من إيه؟ بدي من اللي عندي. من نفسي. ما ينفعش. أنت هنحط في الكوباية دي إيه؟ بندلق منها، من الحاجة اللي موجودة في الأساس. فأنا لو أنا اللي جوايا كله إحساس بالذنب وبالتقصير واستخسار في نفسي، انا مستخسره في نفسي، مش هبقى كريمه مع حد. وبعدين اسمعي بقى اللي هم التجربه الثانيه، اللي هم سابوا كل حاجه عشان ولادهم، اسمعيهم بقى في الاخر. هتقول لك انا ضحيت بكل حاجه بحبها عشانهم، وفي الاخر وانا لاغيه حياتي ولاغيه نفسي عشان ولادي، ومع ذلك برضو تعبانه. أيوة. وبرضو منهكه. أيوة. وبرضو مش لاقيه التقدير، وبرضو يعني انت حتى في ديننا بيقول لك ايه، عليكم انفس، انت هتتحاسبي على نفسك. هتتحاسبي على نفسك. فلو انا مدمره نفسي بنفسي هعمل لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ لازم اخد قرار بخطوه، خطوه واحده. ودير من ال 24 ساعه ما تقوليليش اليوم اللي فيه 1440 دقيقه مش قادره تدي لنفسك منه 40 دقيقه. وال 1400 ستي واديهم في الوبا. المساله مساله تنظيم وحب الحاجه اللي بتتعمل. بس تنظيم، انت بتقولي ايه، اليوم بيروح بيبتدي ويخلص. لا، انا خدي من اليوم 30 40 دقيقه لنفسك، نظميهم، اعملي فيهم حاجه، وخلي ال 1400 ستي يضيعوا، وشوفي ال 40 دقيقه دول ازاي هيعملوا تحويل لل 1400 دقيقه اللي احنا بيضيعوا. قولي لي مدى انتاجيه يومك، او اسال سؤال، انت بيزي ولا برودكتيف، انت مشغوله ولا منتجه. فالإنتاجية دي بتتقاس بالنتائج. صحيح. بس طيب أخد أميرة. ألو. أهلا يا أميرة.
اهلا، ازيك يا دعاء؟ انا مبسوطه قوي ان انا عرفت اوصل لكم اخيرا. الحمد لله، الحمد لله على السلامه. اتفضلي. الله يسلمك، انت زي القمر النهارده. الله يكرمك يا رب. الله يخليكي. انا كنت عايزه اكلم نهى. انا اميره جمال يا نهى. اميره جمال. اميره جمال، اهلا اميره. ازيك يا حبيبتي؟ منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي. انا بس كنت عايزه اعمل مداخله. انا عايزه اقول لك ان نهى فعلا اللي بيمشي على الخطوات والستبس اللي نهى بتقولها فعلا بتفرق معايا. جربتي معاها يا اميره يعني؟ جربت. لا جربت حقيقي واستفدت منها كتير جدا. طب ادينا كام حاجه كده من اللي كانت بايظه عندك واتصلحت. الاستعجال، انا كنت دايما مستعجله، الدنيا مش مترتبه، عايزه اعمل كل الحاجات يعني 100% في نفس الوقت. حلو قوي. ظبطتيها ازاي؟ بهدوء بقى. الهدوء كانت والله. دايما بصراحه دايما نصيحه نهى ان الواحد يسعى واركز في دايره واوسع دايره التركيز، يعني اركز في الحاجه اللي انا عايزه اعملها. يعني انا عايزه اتبسط، انا اتبسط دلوقتي، قاعده مع الاولاد يبقى ده وقت الاولاد، قاعده بذاكر لهم يبقى ده بذاكر لهم، وما انساش نفسي اللي هو المي تايم. المي تايم. الو. ايوه ايوه اميره معاكي يا حبيبتي، سامعاكي. الصوت راح ولا ايه؟ سامعاكي يا اميره. معلش هو الصوت بيقطع. معلش. ايوه انا كده سامعاكي تمام. فانا عايزه اقول لها يعني انا مبسوطه جدا ان انا اسعد يا اميره والله من المكالمه دي، استفدت منها كتير الحقيقه يعني، وكان ليها يعني دور بتنور الدنيا بصراحه يعني، الله بتنور العقل والقلب بصراحه. طب كويس يعني قوي والله. هي يعني النصايح قد تكون شكلها بسيط خالص بس هي افكتيف جدا مؤثره، هي دي اللي بتخلي خلاص المتنفس بقى اللي بيطلع على اساسه التغيير للاحسن. لا طول ما انا واخده قراري اني ما انفذهاش، طول ما انا بحرم نفسي من خير كتير. والله. طيب والله انا يعني سعيده بوجودك معايا اميره يا نهى. الحقيقه نهى يعني انت حطيتي ايدينا على شويه حاجات كده، ممكن يعني نلخصهم سريعا كده، نقسم الـ يعني نجيب ورقه كده ونقسمها، نشوف الحاجات اللي انا عايزه ازودها في حياتي، الحاجات اللي انا عايزه اشيلها. تاني حاجه الوقت المستقطع من اليوم واقعد مع نفسي واهدى. تالت حاجه لو انا ما اديتش الاولويه لنفسي مش هعرف اديها لاولادي. نهى زهره انا سعيده بوجودك معايا، وان شاء الله دي اول مره انا اقابلك فيها، انا سعيده بوجودك فيها، انما ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وبشكركم مشاهدينا. احنا بعد الفاصل في فقره مسجله، وانا اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.